تمام. إذن هذا عندنا نموذج من التفسير لتفسير القرطبي. شباب، تفسير القرطبي هو تفسير أساسا كتب لتفسير الأحكام، لتفسير الأحكام فقط. هو كتبه من أجل آيات الأحكام، هو كتبه لهذه الأمور. لكن لما رأى أن الكتاب أصبح كبيرا جعله كتاب تفسير. من يقرأ لنا البداية المقدمة؟ أستاذ. نعم تفضل اقرأ. يعد هذا الكتاب موسوعة في تفسير القرآن الكريم، وهو من أفضل كتب التفسير، تفسير التي اهتمت بالأحكام مع بيان أسباب النزول وذكر القراءة واللغة وتخريج الأحاديث وبيان أقوال الفقهاء وجمع أقاويل السلف، ومن ذلك تفسيره لآية من سورة البقرة. تمام. هل يوجد كلمة غريبة هنا؟ أستاذ يوجد. تفضل، أي كلمة صعبة؟ أستاذ شباب، كلمة أقاويل من فضلكم افعلوها أقوال. يا أنس، أنس إريك، من فضلكم كلمة أقاويل هذه افعلوها أقوال. قال يقول قولا، ها قال يقول قولا. أقوال السلف، أين توجد كلمة غريبة أيضا؟ ما معنى السلف؟ السلفية، سلف اسكي زمان آخر. ها ها، أهل الزمان الماضي، أهل الزمان الماضي، أهل الزمان الماضي. نعم. هنا يا شباب، سلف، كلمة سلف ضد كلمة خلف، ضد كلمة الخلف. السلف الخلف، تمام. السلف يا شباب الصحابة القدماء، القدماء يعني سيدنا أبو حنيفة، سيدنا الشافعي، الإمام مالك، كل هؤلاء من السلف، ونحن خلف. إذن كلمة السلف يعني القدماء، العلماء القدماء، يعني إمام أبو حنيفة، إمام مالك، إمام الشافعي، إمام أحمد، كلهم من السلف، ونحن نحن ماذا؟ قبل السنة طلاب سلف أستاذ. نعم، ونحن خلف. ما شاء الله. نعم. نعم، إذن في الماضي اسمهم سلف ونحن خلف. خلف، تمام. السلف والخلف هذه كلمات ضد بعضها، اكتب هذه المعلومات مفيدة لك. طيب أيضا ماذا يوجد كلمة غريبة جديدة؟ أستاذ وتخريج، تخريج الأحاديث، احفظها هكذا، هذا القالب، تخريج الأحاديث، هذا مهم جدا لطلاب الإلهيات، لطلاب الإلهيات هذا التركيب مهم جدا، تخريج الأحاديث. ما معنى تخريج الأحاديث؟ التخريج هو إخراج الحديث، هل هو صحيح أو ضعيف؟ إسناد الحديث بالضبط، إخراج الإسناد. إذن تخريج الحديث هو إخراج الإسناد، يعني هل هو حديث قوي، هل هو حديث ضعيف، من روى الحديث، رواه فلان عن فلان عن فلان عن فلان، رواه محمد عن أحمد عن إسماعيل عن مصطفى عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو تخريج الحديث. تمام يا شباب؟ نعم أستاذ. لا تنسوا هذه الكلمة، هذه مهمة جدا لطلاب كلية الإلهيات. أيضا أخرج، تخرج، يخرج، تخريج، فعله
فعله خرج. خرج يخرج تخريج. تخريج. نعم. خرج يخرج تخريج. أيضا أين يوجد كلمة غريبة؟ أستاذ موسوعة. ها موسوعة، من يعرف ما معنى موسوعة؟ الموسوعة يا شباب، انظر إلى المعنى، يعد هذا الكتاب موسوعة في تفسير القرآن، يعد موسوعة. موسوعة أنسيكلوبيدي. كبير اللغة. موسوعة أنسيكلوبيدي أستاذ. ما معنى أنسيكلوبيدي؟ لا أعرف بالتركية، أنا بالتركية لا أعرف، بالعربية ما معنى؟ يعني اللغة. كبير الكتاب الكبير. كتاب الكبير. جميع الكتاب. الآن اللغة كما قال أظن داود هو الكتاب الكبير. الكتاب الكبير أستاذ. أي والله. نعم الكتاب الكبير جدا، نقول هذا موسوعة، يعني فيه كل شيء. الكتاب الذي فيه كل شيء نقول عنه كتاب موسوعة، الذي يضم كل معلومات العلم، هذا موسوعة. يعني أستاذ يوجد كثير من العلم. علم. علم فيه علم كثير، صحيح، هذا موسوعة. ممكن يا شباب، ممكن أن نقول هذا العالم موسوعة، ممكن أن نقول هذه الجملة، يعني أنه إنسان يوجد عنده علم كثير. أيضا يا شباب للعالم نقول مثلا أردم طالب موسوعي. الله. ما معنى موسوعي هنا؟ يعني يعرف كل شيء. إذن العالم الموسوعي يا شباب هو الذي لا يعرف فقط في علم واحد، في الفقه، في التفسير، في الحديث، في اللغة العربية، في التاريخ، في العقائد، يعرف كل العلوم، نقول هذا عالم موسوعي. هذا عالم موسوعي يعني يعرف من العلوم كثيرا، لا يعرف فقط علما واحدا، هو عالم في علوم كثيرة. قاسم عالم موسوعي. ها صحيح. كثير العلم. كثير العلم. أستاذ. علم في كثير. أستاذ. من العلوم. نعم. لكن كيف يكون تفسير القرآن الكريم؟ كل علوم في القرآن موجود. ها يا شباب، كيف يكون هذا الموسوعة في تفسير القرآن؟ السبب أنه في كتاب القرطبي ليس فقط تفسير، هو ليس فقط تفسير، هو شرح لأحكام القرآن يا شباب. انظر، أولا تفسير، أحكام، أين القلم؟ دقيقة فقط من أجل القلم. إذن تفسير هو، صحيح؟ أيضا اهتم بالأحكام، أيضا أسباب النزول، القراءات القرآنية، اللغة، تخريج الأحاديث، بيان الأقوال. لماذا نقول كتاب القرطبي موسوعة؟ واحد هو تفسير، اثنان يهتم بالأحكام، ثلاثة أسباب النزول، أربعة قراءات، خمسة لغة، ستة تخريج، سبعة بيان أقوال العلماء. هذا كله لذلك يقول هو موسوعة، تمام، لأنه فيه علوم، فيه علوم كثيرة. نعم. في كل ذو اختصاص. في كل اختصاص. نعم بالضبط، في كل اختصاص كتب، لذلك قالوا عنه موسوعة. تمام يا شباب. أيضا ما معنى اهتمت بالأحكام؟ مهم، يعني مهم الأحكام. يعني كان الكتاب أنا أملي كملار. كان الكتاب اعتناؤه بالأحكام
في البداية، هو في البداية أصلا كتبه من أجل أحكام القرآن ثم فعله تفسيرا. طيب أين ما هي إذا كلمة أقاويل ماذا نكتب بدل أقاويل؟ يقول أقوال. أقوال. قويل. أكتب أقوال. أقوال. بدل أقاويل. جميل جميل. أقوال. جميل. شباب كلمة أقاويل ليست جيدة في هذا الزمان. أقاويل هي يعني كلام ليس صحيحا. كلام الكذب. تمام؟ الكلام الكذب. الكلام الذي ليس صحيحا نقول أقاويل. كلمة أقوال هي القول، قال يقول قولا جمع لكلمة قول. طيب ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ما معنى القصاص؟ أنا أنا كثرت يدك وأنت أيضا وأنت فعلت. إذن يا شباب يعني أخذ الحق، أخذ الحق. مثلا أنا ضربتك أنت تضربني، قصاص. مثلا إنسان قتل، قصاص. موجود في التربية؟ نعم نعم موجود أستاذ. في القصاص يوجد حياة، في القصاص يوجد حياة. يعني أستاذ أها الآن ما معنى هذا الكلام؟ ما الأحكام التي تكون بهذا الكلام، بهذه الآية التي قالها الله في سورة البقرة ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون؟ أولا قصاص يعني أخذ الحق، لي حق عندك أخذه. هذا قصاص. القصاص يعني إنسان قتل إنسان، الدولة تأخذ هذا الإنسان القاتل وتقتله. حياة حياة معروفة. أولي الألباب أقل صائبين. محمد كنت يوجد صوتك لا يخرج، لا أسمع. يوجد أقل يعني يوجد أقل. إذن الألباب يا شباب، الألباب كتبنا لكم في هنا، رأيتم في هذا الملف الألباب. العقول أو القلوب، أحيانا تكون بمعنى القلوب. العقول مشهورة. أولي يعني صاحب. يا أصحاب العقول، يا أصحاب القلوب، يا أصحاب الفهم، يا أيها الناس الذين تفهمون، يعني الله ينرى أصحاب العقل لعلكم تتقون. ما معنى اتقى يتقي؟ متقي متقي. إيه يا أستاذ محمد علي، ما معنى متقي؟ يعني دوريو يعني إبلاس. إبلاس إبلاس يا شباب. أساس سال الإنسان أستاذ. إنسان سال الإنسان. الإنسان الجيد يعني. أي والله لعلكم تكونون جيدين. أساسا يا شباب هذه الكلمة فيها معنى أصلي وهو الخوف. عندنا اتقى يتقي يعني خاف يخاف من التقوى. عندما نقول تقوى الله، ما معنى تقوى الله؟ يعني خشية أستاذ. الخشية من الله. أحسنت. تقوى الله يعني الخشية من الله، الخوف من الله. يقول في القصاص حياة لكم، يعني نحن الله سبحانه وتعالى يقول نحن شرعنا أمرنا بالقصاص. يا أصحاب العقل، نحن أمرنا في القصاص لأجل حياتكم، لكي تعيشوا حياة جيدة، لعلكم تتقون، من أجل أن تخافوا فلا تفعلوا الجريمة، فلا تفعلوا الجناح. ليت لعل، من أي أحرف ليت لعل؟ هو من الرجاء، هو من الرجاء كما يقول محمد الدكتور. هو لعل، لعلكم من أحرف الرجاء، من أحرف المشبهة بالفعل، تتقون. طيب
نقرأ المسألة الأولى، من يقرأ لنا؟ نعم أستاذ. من يقول نعم؟ أستاذ إسماعيل. إسماعيل حقي، هل جاهز؟ نعم أستاذ. تفضل. الأولى قال تعالى: ولكم في القصاص حياة، ومعناه لا يقتل بعضكم بعضا، رواه سفيان عن السدي عن أبي مالك. والمعنى أن القصاص إذا أقيم زجر من يريد قتل آخر فحيي بذلك معا. تمام، جزاك الله خيرا. هل يوجد كلمة غريبة؟ رواه. رواه، ما معنى رواه؟ من الرواية؟ رواية. رواية. نعم، رواه سفيان، أي قاله سفيان عن السدي. من الرواية رواه. أيضا هنا يشرح لكم المعنى الأول، أي أن القصاص إذا أقيم. ما معنى أقيم هنا؟ إذا أقيم أي إذا فعل. 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 نعم. مثل فعل. بالضبط. أي إذا القصاص أقيم من الدولة، الدولة فعلت القصاص، ازدجر من يريد قتل آخر. ازدجر كلمة جديدة بمعنى امتنع. منع يمنع. امتناع. امتناع. من اسمك؟ نعم، الإنسان مثلا إنسان يريد قتل إنسان آخر، تمام؟ لكن يوجد حكم القصاص في الدولة، نعم. فيخاف الإنسان، فأنا أزدجر يعني أمنع. يريد قتل الآخر. مثلا على سبيل المثال، طالب يتكلم في الصف كثيرا، نعم. فيقول له الأستاذ محمد علي يكفي يكفي، محمد علي يسكت لا يتكلم، يقول محمد علي ازدجر يعني امتنع عن الكلام. منت اترك هنا أستاذ. بمعنى توقف عن الكلام، يعني سستر توقف عن العمل. تمام. فحيا فعل جميل لم نستخدم في الماضي. حيا، ما معنى حيا؟ يا شمك غري دول، غري دول. كما قال عبد الله، ماذا قلت يا عبد الله؟ يا شمك أستاذ، هو من يعيش الحياة يا شباب، يعيش الحياة، ضد الموت، ضد الموت. حي يا شباب، نقول حي، حي الإنسان بذكر الله، يحيى الإنسان بذكر، يحيى الإنسان بالقرآن، يعني يعيش، يعيش مرادف، ضد موت، ضد مات. جيد. تمام. إذا ما معنى الآية؟ معناه في الحكم الأول يقول في المسألة الأولى: لا يقتل بعضكم بعضا، أي إذا القصاص، الدولة فعلت القصاص بين الناس، القاتل لا يقتل، يمتنع عن القتل، فيعيش القاتل ويعيش المقتول. حيا، من حيا؟ لمن ألف الاثنين؟ ألف التثنية لمن؟ قاتل ومقتول. ممتاز يا محمد علي. طيب، من يشرح لنا المعنى الأول؟ يكرر لنا بالعربية لو سمحتم. كلمة أقيمة يا أستاذ داود بمعنى فعلة. فعلة؟ نعم. نقول مثلا نقول الأستاذ أقام الدرس في الساعة الواحدة. ما معنى أقام الدرس؟ بالضبط، بمعنى فعل. يفعلون الدرس. يفعل الدرس. إذن القصاص إذا أقيم ازدجر من يريد قتل آخر، يعني القاتل هنا من يريد، انظر يا داود، من يريد قتل آخر يعني قاتل، القاتل. أستاذ، ازدجر توقف عن القتل، امتنع عن القتل.
امتناع ديه çünkü قصاص var. يعني قصاص موجود القاتل لا يقتل لكن لا يوجد قصاص كل الناس يقتلون بعضهم. اذا يوجد قانون كل الناس جيدون. استاذ انا تفضل. مثلا انا اريد قاتل مثلا اشعر ب سيء غضب مثلا الى الناس عدو تمام لكن انا اخاف من القتل من القصاص. نعم لان يوجد قصاص يعني. ممتاز جدا ممتاز جيد بارك الله بك. هل انت انس؟ نعم 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 بارك الله بك المعنى صحيح. شكرا لك. ما شاء الله شكرا لك. الان الفقره الثانيه من يقرا لنا لو سمحتم؟ استاذ محمد علي. محمد علي تفضل. اطلق ائمه الفتوى على انه لا يجوز لاحد ان يقتص من احد حقه دون السلطان او من نصبه السلطان، ولهذا جعل الله السلطان ليقبض اي الناس بعضهم عن بعض. ممتاز بارك الله فيك. نعم قراءة جيدة. اتفق ما من اتفق؟ اتفاق. تمام 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 بالعربية من الاتفاق. ما اتفق الماضي مضارع؟ اتفقوا. ممتاز. المصدر؟ اتفاقا. ممتاز. أئمة الفتوى ما معنى أئمة الفتوى؟ إمام جميل. إمام فتوى. الأئمة جمع كلمة إمام. نعم إمام جمع كلمة إمام لارين çoğulu çoğulu imamların. أول الجملة. أبدأ الجملة بالفعل يكون إمام مفرد. الفعل مفرد تمام. إذا ماذا اتفق أئمة الفتوى؟ اتفقوا على لا يجوز لأحد أن يقتص من أحد حقه دون السلطان. يعني سؤال مثلا طال رجل قتل ابن رجل، هل يجوز للرجل أن يذهب ويقتله؟ لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ من يجب أن يأخذ القصاص؟ من يفعل القصاص؟ دولة. 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 السلطان. جميل جدا. السلطان أو من نصبه السلطان. ما معنى نصبه؟ سلطان هنا وضعنا كلمة نصب. انظروا نصب كلف تكليف. يعني مثلا سلطان قال لقاسم قاسم هذه الوظيفة لك هذه الوظيفة لك görevlendirme كلفه بالوظيفة بالعربية مكلف في تركيا موجود مكلف تكليف بالضبط. من نصبه السلطان يعني من كلفه السلطان. إذا نصب كلف مكلف بو ايش مكلف تمام. من نصبه السلطان من كلفه السلطان. القصاص بيد السلطان او بيد الناس؟ هل القصاص بيد السلطان او بيد الناس؟ بيد الناس. بيد السلطان استاذ. بيد السلطان. الناس لا يمكن ان يذهبوا الى القصاص، لا يمكن ان يفعلوا القصاص لانه تحدث مشكله. استاذ يفعل القصاص جلت تحدث مشكله كبيره في المجتمع. ولهذا الان يقول السبب، ولهذا لذلك يعني ولهذا جعل الله السلطان ليقبض ايدي الناس بعضهم عن بعض. ما معنى هذه الجمله يا شيخ؟ من يشرح لنا؟ يعني يمسك سلطان. محمد كوكدوغان صوتك ضعيف جدا. امسك استاذ. يمسك يقبض. اذا كلمه يقبض بمعنى يمسك. تمام. يقبض يعني يمسك ايدي الناس. ايدي يد
يد. إذن أيدي جمع يد. جمع ليد. جمع ليد أيدي. طيب إذن السلطان ما وظيفته؟ أن يمسك أيدي الناس عن المشاكل، عن المشكلات، عن القتل، لكي لا يقتلوا بعضهم. من يشرح لنا هذه الفقرة؟ يكرر لنا. أستاذ أنا. تفضل. مثلا أنا أريد قاتل لكن ليس ممكن أنا للناس يستطيع أن يفعل يد السلطان فقط. نعم. يعني يجب، يعني أنت تريد القصاص ليس القتل، قصاص. نعم نعم. أنت تريد القصاص، هل يمكن أن تفعل القصاص؟ لا لا, لا يمكن. من يفعل؟ سلطان دولة. دولة والسلطان أو الدولة. رئيس الدولة يعني الدولة مجازا، مجازا يعني. نعم. الدولة. تمام. الآن استاذ. يقول هنا سبب السلطان، لماذا السلطان موجود؟ لماذا جعل الله السلطان؟ ليقبض، ليقبض أيدي الناس بعضهم عن بعض. إذن السلطان وظيفته، الله يقول ليقبض أيدي الناس بعضهم عن بعض، أي ليمسك أيدي الناس لكي لا تكون هناك مشكلات بين الناس. تمام يا شباب. من يقرأ لنا؟ أنا. أستاذ أستاذ أنا. أستاذ أستاذ أنا أنا. لا لا أسأل أسأل أسأل. تفضل سؤال. أستاذ دون سلطان يعني سلطان سيز دمك ما؟ أي بالضبط بالضبط. لا سلطان. نقول مثلا الحياة دون سكر، يعني لا يوجد سكر. دون سكر. دون الشرف. لا يوجد. ها جاء هارون. أين هارون؟ إذن نقول يا شباب يذهب الطالب إلى الدرس بدون قلم، يعني هذا ليس منطقي أيضا. نعم. وهذا الدولة، الدولة بدون سلطان لا يمكن، بدون قانون لا يمكن، تحدث مشكلات كثيرة في المجتمع. طيب ثلاثة، من يقرأ لنا الحكم الثالث، المسألة الثالثة؟ أنا أستاذ. من أنا؟ تفضل. وأجمع العلماء أن على السلطان أن يقتص من نفسه إن تعدى عليه، وليس بينه وبين العامة فرق في أحكام الله عز وجل. أستاذ. نعم. لقوله جل ذكره كتب عليكم القصاص في القتلى. وروى النسائي عن أبي سعيد الخدري قال بينما رسول الله يقسم شيئا إذ أكب عليه رجل فطعنه رسول الله بعرجون كان معه، فصاح الرجل فقال له رسول الله تعالى فاستغيث، قال بل عففت يا رسول الله. يا عبد الله، يا عبد الله، يعني رسول الله يوجد بجانبه كلمة صلى الله عليه وسلم. إذا من فهم شيئا من هذا المتن، من هذا القسم، من هذه الفقرة؟ أستاذ هذا القسم أفكار العلماء، يعني فكر العلماء. أستاذ يقتص ما معنى؟ أين؟ يقتص أن يقتص يعني يأخذ القصاص. تعدى تعدى تعدى، ما معنى تعدى؟ سيلر سيلر. تعدى يا شباب، أسمع صوت محمد كوك دوغان لكن ضعيف لا أفهمه. أستاذ فدا عنت. دقيقة. يغيم ديو أستاذ، يغيم ديو، يغيم. أولا تعدى، كلمة تعدى يقدم. تعدى يا شباب يعني ظلمة، ظلمة ظلمت. نعم، يعني السلطان، السلطان إذا ظلم إنسان من الشعب، رعية يعني الشعب. الرعية ما معنى الرعية؟
الشعب الناس şimdi sesim geliyor mu şعب insanlar mı şعب şعب المواطنون تمام الشعب تعدى يعني ظلم ضرب ظلمتي نعم فهمت استاذ يعني السلطان إذا ظلم إنسان من الشعب أخذ حقه أخذ الحق حق إنسان من الشعب من الرعية يجب أن يقتص من نفسه أيضا ليس فقط القصاص ليس فقط القصاص على الناس يجب أيضا على السلطان القصاص تعدى عليه في ماله حكمت يعني طيب دقيقة نضع لكم مثال أيضا لكي نفهم المعنى بشكل جيد دقيقة طيب نقول يا شباب مثلا تعدى أستاذ إضافة 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 ممكن كيف يعني يعني ليس إضافة تعدى الرجل على أفين فرمونة تسخيون الطفل بالضرب من فضلكم بدون لغة تركية تعدى أردن كثير بالضرب يعني ظلمه أردن تعدى الأستاذ على الطالب بالكلام ما معنى ظلمه بالكلام يعني تكلم معه كلام سيء نقول تعدى الحاكم أو السلطان على الرعية بأخذ المال والضريبة نعم تعدى السلطان على الرعية بأخذ المال هنا كلمة تعدى بمعنى ظلم يعني فعل الفعل فوق الحد فعل فعلا فوق الحد مثلا إنسان يضرب إنسان نقول تعدى عليه إنسان يضرب إنسان تعدى عليه إنسان يقتل إنسان تعدى عليه إنسان يتكلم كلام سيء عن إنسان تعدى عليه تمام يا شباب يعني مثلا قانون قاسم هل القانون فقط على الناس أو على الناس والرئيس على الناس والرئيس كيف فهمت يجب أستاذ يجب. هل القانون على السلطان فقط أو على الناس فقط أو على الناس والسلطان قانون على الناس والسلطان أستاذ يجب يعني هذا المنطق هذا نعم. هذا حكم الشرع نعم تمام إذن على السلطان أن يفعل القصاص عن نفسه يعني هو ظلم مثلا أنا سلطان kendisini öldürecek diyor birisini öldürürse kendi kendine kısas edecek ha tamam anladım استاذ يفعل القصاص من نفسه أيضا ليس فقط للناس يعني هو يجب أن يكون أولا في هذا القصاص إذا فعل شيئا خطأ يجب أن يأخذ القصاص من نفسه يعني يجب هو أن يفعل القانون أولا حقيقي يعني أستاذ نعم في الحقيقة هو يجب أن يفعل مثلا الآن يوجد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا الحديث ستفهمون في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم معنى هذا الكلام وليس بينه وبين العامة ما معنى العامة؟ كل الناس يعني نعم حق العامة فرق في أحكام الله لقوله جل وعلا جل ذكره كتب عليكم القصاص في القتلى قتلى قتيل في التركية نعم. وروى النسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم شيئا ما معنى يقسم قسم قسم يعني يوجد غنيمة هو يقسم على الناس يوجد مثلا غنيمة زكاة
صدقات هو يقسم على الناس على الفقراء والمحتاجين. إذ أكب عليه رجل، معنى أكب يا شباب انحنى عليه، وقف فوق رأسه يعني. ورحمة يعني أستاذ تكبر. تكبر؟ لا 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 ليس هكذا. مثلا محمد، أنا أتكلم مع الطلاب، جاء محمد علي، محمد علي ما شاء الله جسمه كبير يعني، فوقف فوق رأسي، وقف فوق رأسي يعني مال علي، مال ميل، الميل كان علي، فمال علي فأصبح فوقي. أستاذ اهتمام مثل يعني؟ هنا اهتمام لكن زيادة يعني. نعم نعم، يعني مثل فوق رأسي يعني. أصبح فوق رأسه. نعم. بالضبط في هذا المعنى. نعم. إذن بمعنى أصبح فوق رأسه. النبي صلى الله عليه وسلم، نكرر، النبي يقسم الغنيمة، يقسم المال، جاء رجل ووقف فوق رأسه فطعنه النبي، يعني طعنه يعني ضربه على بطنه، ضربه بردو. الآن كلمة العرجون هذه هو عود من النخيل. انظروا يا شباب، هذا العرجون، هل رأيتم؟ Peygamber Efendimiz yanlışlıkla bu adamın eline vurmuş, kesmiş mi, ne yapmış? Öyle darabahu, diyor. Darabahu bihada. Hal terevnel işara? Naam. 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 Hada huvel urcun. Naam. Darabahu nebi sallallahu aleyhi ve sellem ala batnihi. Mesela ene sultan. Naam. Gateltu insan. Naam. Lakin ene fealtu hata. Naam. Sümme efalu aktulu nefsi. Yani adau nefsi emame el kanun. Kadi yahkumu aleyye bil katil aydan. Yani aktassu min nefsi. Huna huna el ibara. İle sultana. Aktassu min nefsi. Tamam. Naam. كلامك صحيح. طيب المهم، يقسم شيئا، أكب عليه رجل فطعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرجون كان معه، فصاح الرجل. ما معنى صاح؟ نداء. يعني هنا صاح يعني مرادف صرخ، صرخ يعني أخرج صوتا عالي، أخرج صوتا عاليا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالى فاستقد. استقد يعني خذ حقك، حق خذ حقك. قال بل عفوت يا رسول الله. نعم عفوت، سمح، سامحتك يا رسول الله. هل فهمتم المعنى؟ نعم. إذن السلطان يا شباب، السلطان يأخذ الحق من نفسه أيضا، ليس فقط من الناس، يأخذ القصاص من نفسه وليس فقط من الناس. إن تعدى على أحد، إن ضرب أحد، إن ظلم أحد، إن قتل إنسانا، يجب أن يأخذ الحق من نفسه ويقول للقاضي خذ حق الناس. طيب آخر فقرة لو سمحتم، من يقرأ؟ أستاذ أريده. تفضل. أستاذ. الرابعة قال تعالى لعلكم تتقون، والمراد هنا تتقون القتل فتسلمون من القصاص، يكون ذلك داعية لأنواع التقوى، في غير ذلك فإن الله يثب
بالتعاتي يثيب كرر يثيب فإن الله نرد يثيب إن الله يثيب الطاعة يثيب بالتاعة على الطاعة وقرأ أبو الجوزاء ولكم في القصص حياة قال النحاس قراءة أبي الجوزاء شاذة قال غيره يحتمل أن يحتمل يحتمل أن يكون مصدرا كالقصاص وقيل أراد بالقصص القرآن أي لكم في كتاب الله الذي شرع فيه القصاص حياة أي نجاة. تمام، شكرا لك يا قاسم، بارك الله فيك. طيب ما معنى المراد؟ مطلوب. نعم المطلوب، المراد يعني المطلوب المفهوم. تتقون، ما معنى تتقون؟ قلنا في البداية خوف من الله. نعم الخوف من الله أو الخوف من القتل. هنا يقول المراد هنا تتقون القتل أي تخافون القتل أو تبتعدون. ممكن أن يكون يا شباب أن يكون بمعنى الابتعاد، نقول يخاف ممكن يكون يبتعد يتقي يبتعد. ما معنى يبتعد؟ فشمر ماذا؟ بعيد يعني يصبح بعيدا. فتسلمون، ما معنى سلمة؟ سلمة يا سيدي ممكن بمعنى تأمنون. تسلمون بمعنى تأمنون. نعم يا شباب، هنا هذا القسم قليلا نحتاج إلى تركيز. هذا القصاص، هذه التقوى هي طاعة لله. يعني إنسان لا يقتل، إنسان يريد القتل ثم لا يقتل، هذا يكون علي، هذا مثل طاعة الله، أي يفعل هذا الأمر من أجل الله، من أجل القصاص أيضا، فيكون سببا للتقوى في أشياء أخرى، في موضوع آخر، يكون سببا للتقوى في موضوع آخر، في مسألة أخرى. فإن الله يثيب، هذا فعل جديد، ما معنى يثيب؟ إصابة. ما معنى إصابة؟ عدل أستاذ، عدل. يعطي الجائزة، أحسنت. يكافئ. مكافأة. بالضبط. إن الله يثيب يعني إن الله يكافئ بالطاعة على الطاعة، يعني أنت تفعل طاعة الله يعطيك مكافأة بطاعة أخرى. لكن الله يكافئ المسلم بالطاعة على الطاعة، يعني أنت تفعل مثلا تفعل قيام الليل تهجد، تعرفون التهجد؟ نعم تفعلون التهجد قيام الليل، الله سبحانه وتعالى يعطيك مكافأة فتفعل أيضا عملا آخر، مثلا مثل الصدقة، الله يعطيك في عقلك إلهام في عقلك لتفعل طاعة أخرى. حسنا أستاذ. إذن أنت تفعل طاعة الله يكافئك بطاعة أخرى. طيب هنا يا شباب يوجد موضوع آخر، قرأ أبو الجوزاء أحد القراء ولكم في القصص، يوجد قراءة أخرى في القرآن القصص. قال النحاس هذه قراءة شاذة. ما معنى شاذة؟ ليست مشهورة. ليست مشهورة، شاذة ضد مشهورة. ضد مشهورة، ليست مقبولة، ليست مقبولة، غير مشروعة. شاذة غير مشروع. نعم إذا شاذة ليس، يعني ليس قانوني أستاذ، ليست قوية، ضعيفة، شاذة يعني ضعيفة، يعني ضد
مشهورة. نقول مثلا إنسان يفعل تصرف ليس جيد، مثلا شعب تركيا كله جيد، صحيح؟ مثلا شعب تركيا كله جيد، مثلا جاء أردن وفعل عملا ليس جيد، نقول عمل أردام شاذ. نادر أستاذ، هل ممكن؟ هل ممكن؟ نادر ممكن نادر يعني ليس مشهور. لا يعني ليس ضعيف يعني قليل. لا غيرنا يحتمل. قال غيره يحتمل. ما معنى يحتمل؟ في التركية موجودة احتمال محتملا محتمل. نعم يحتمل أن يكون مصدرا كالقصاص، يعني قصاص مرضو. قصص عينه. وقيل أراد بالقصص، قيل يعني قالوا، ولكن مبني المجهول. قال مبني المجهول، قيل. هل تعرفون المبني المجهول؟ سويلندي آه. قال قيل. قال قاسم كلاما، قيل كلام. من قال؟ لا أعرف. قيل كلام، من قال؟ لا أعرف، لا يوجد فاعل. طيب. أراد بالقصص أي أن لكم في كتاب الله الذي شرع فيه القصص وحياة. ما معنى شرع؟ نقول شرع الله القصص. ما معنى شرع القصص؟ أستاذ الشريعات هو من الشريعة، يعني مشروع، يعني قانون. يعني وضع قانون. إذن لكم في كتاب الله الذي وضع فيه قانون القصاص. فعل الإقرار. نعم، فعل القانون. فعل القانون، شرع وضع قانون. شرع يعني وضع القانون. حياة يعني نجات.